وزي ما حضراتكم شايفين التحدي ده الرجاله مش موجودين، الهوانم بس هم اللي معانا. الرجاله في الغرف ومش سامعيني. يا رؤوف في ايه؟ ده في حفله. عمر انت تمام حبيبي؟ طيب ادونا شازا وادونا يارا. طبعا انا قلت اريحكم شويه عشان هم عاملين لكم ستريس، انا حاسس صح قوي وشايلين انتوا مسؤوليه كبيره. الحمد لله. في التحدي ده هسأل كل واحده ثلاث اسئله سريعه، ومطلوب منكم تجاوبوا في 10 ثواني. هنعيد نفس السؤال على الرجاله وهم في مكانهم في الغرف، ونشوف في تطابق ما بينكم وما بينهم ولا لا. ولو في تطابق هتاخدوا النقط بتاعه الفقره، 5 نقط هنا وخمس نقط هنا، باجمالي 15 و15. جاهزين؟ جاهزين. السؤال الاول، هنبتدي من عند يارا لان هم اللي كسبوا ضربه البدايه، وهتستني ما تسمعي الاختيارات. اوكي. اوكي؟ سؤالي، حاجه ما يقدرش يستغنى عنها غيرك طبعا. التليفون ولا العربيه ولا الفيزا كارد؟ معانا 10 ثواني. العربيه. تمام. هنشوف. ممكن تفتح لنا الصوت عند عمر؟ عمر معلش قطعنا المزيكا عنك. سامعني كويس دلوقتي؟ احنا سالنا يارا حاجه ما تقدرش تستغنى عنها، يا ترى الفيزا كارد ولا العربيه ولا التليفون؟ العربيه طبعا. برافو برافو برافو. 5 نقط. افصلوا عنه الصوت. رؤوف سامعني؟ رؤوف بيلطم جوه. ومعانا شازا ونسالها السؤال اللي جاي. السؤال بيقول حاجة تخليه مبسوط بعد يوم شغل مرهق، هل هي سهرة حلوة، أكلة حلوة، خروجة حلوة مع أصحابه؟ سهرة حلوة. لو ما قالهاش يبقى كداب. لو ما قالهاش يبقى كداب. شو مشكلتي من الأول كده؟ قصف جابها. طيب لا بقى، بقول لك إيه أنت في إيه؟ إسراء لو غششتيه هيخسر ال5 نقط. لا خالص والله، اي محاوله للغش هشغل الدخان جوه هتروحي من غير اخوك. انا بقول لك ده يما ما يصدقوا. دلوقتي احنا سالنا شازا سؤال، هقول لك السؤال وهقول لك الاجابات متلخبطه عشان لو اسراء فكرت لا خلاص تغششك يعني نبقى احنا لخبطناكم. ماشي. حاجه بتخليك مبسوط بعد يوم شغل مرهق، خروجه حلوه مع اصحابك، سهره حلوه، اكله حلوه. السهر. جبتش حاجة من عندي. إجابة مظبوط. عارف قالت إيه ولا تشوفها في الحلقة؟ يعني ما دام صح يبقى الحمد لله. افصلوا عنه بقى. افصلوا عنه الصوت والهواء. افصلوا عنه الهواء. طيب جاهزة يارا؟ جاهزة. والسؤال اللي جاي مع يارا. لو كان جوزك ممثل كنت تتمنى يكون كريم عبد العزيز ولا أحمد عز ولا ماجد المصري؟ احمد عز. حلو برضه. جميل. ده انا غالبا انا نفسي كده، مش هو ما اعرفش هو ايه. مش عارف الاجابات صعبه قوي يعني، مش عارف اقول له طب ولا ايه. هو هيشوف الحلقه. هيشوف الحلقه. بصي لي انا هنا، بصي لي هنا. كلنا نتقابل في المسامح. لو بصيته تاني هخصم ال5 نقط. ماشي. اوكي؟ اتفقنا؟ ديل؟ ديل. ماشي. بس انا ساعات ببص كده مش قصدي. انا برضه. لا ولا تبصي لو سمحتي بقى هتخسري النقط. هبص اليوم. ايوه بصي اليوم. يا امور والله احلى من رؤوف. والله انتوا الاثنين في منتهى الامارات يعني. بس خلونا نخلص الفقره دي. اتفضل. نفتح الصوت عند عمر ونساله. عمر. ايوه. اخبارك ايه؟ والله انا مبسوط هنا. تفتكر انا سالتها ايه؟ مش عارف تقول لي؟ لو كانت اتجوزت ممثل كانت تتمنى ان هو يكون كريم عبد العزيز، ماجد المصري ولا احمد عز؟ يعني اكيد احمد عز. اكيد صح. اكيد صح. انا لو مكانها كنت اخترت. ولا يعصبك ولا يزعلك؟ ينور يا باشا. ينور. عمر منتهى الثقه يا جماعه، منتهى الثقه. لو عمل لك حاجه في البيت وقال قدامنا ينور. احمد عز ينور. معاك رقم تليفونه؟ عجبني الرقم.
طيب ودلوقتي معانا شذا، والسؤال الجاي مع شذا. لو كنتي مخلوق من المخلوقات دي تحبي تكوني ايه؟ سلحفة ولا حداية ولا بطريق؟ الحداية دي مرات الغراب، الحداية اللي ما بتحدفش كتاكيت. بطريق سوش يعرفها. سواء بطريق مش عارفها. انت ثقتك فيه يعني بصراحة في السما. قلت بوما كنت أقولك ماشي، كان هي اقولها لك في مشاكل عائليه، في مشاكل. انا بحب البومه قوي، فلا انا بحبها. انت بتحبي البومه؟ حتى معلقه بومه عندي في البيت. ما انا شفت وانا أيوه. ببلغكم أيوه. بالنتيجه. اه انت قلت بومه، كنت حتى قلت الحدايه ممكن تبقى البومه مثلا، فطلعتش. لا بتتفاعلوا بحاجات غريبه بس خلينا نشوف. بس هو مش هيقولها لان انا نفسي ما اعرفهاش. طيب نفتح الصوت عن البومه. عن الاستاذ رؤوف. ازيك يا رؤوف؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا قلقان. لا ما تقلقش، لا يعني بصراحه السؤال ده يقلق، فحاول تركز فيه كويس. ماشي. احنا سألناها ان هي لو كانت مخلوق من المخلوقات دي كانت تفضل بطريق، سلحفة، حداية، بومة. والله بوينت ليهم البومة من الاجابات اللي موجودة. ما تاني طيب كده معلش. طيب سلحفة، بطريق، حداية. كده هتبقى بطريق وخلاص. برافو برافو برافو، بي 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 برافو. خيب ظنك يا بومه. هي كانت عايزه البومه، مش بقولها البومه يعني بغلط ولا حاجه. لا انا بحبها. هي بتحب البومه. ايوه دي حقيقه. يعني طول الحلقه بقى انت معانا يا بومه. خلاص مش ماشي اوكي، دي حاجه حلوه. لا كانت بطريق، كانت بطريق. خلاص يا رؤوف بقى اختفي. هذا البرنامج برعايه